بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في هذه الآية الكريمة يستنكر الله سبحانه وتعالى على من يظن أن الله جل وعلا يترك عباده بدون أن يمتحنهم بأنواع من المحن من أجل أن يتميز المؤمن من المنافق، المؤمن الصادق الإيمان من المؤمن من المنافق الذي يظهر الإسلام وليس في قلبه إيمان، بل هو مخادع يظهر ما لا يبطن، ولا يبين هذا إلا الابتلاء والامتحان، وإلا في أوقات الرخاء فإن الناس كلهم سواء، الذين يدعون الإسلام كلهم سواء، لا يدرى عن المنافق منهم، وإنما ينكشف بالحوادث والابتلاءات. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فنحن لا نعلم الغيب ونعرف المؤمن الصادق من المنافق، ولكن الله يعلمه سبحانه وتعالى، فيجري المحن ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. وذكر سبحانه وتعالى أن هذه سنته في عباده: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم هذا قبل أن تحصل النوازل، لكن الناس لا يعلمون، فهو يريد أن يتبينوا عند الناس وينكشفوا. قول: وليعلم الله، يعني علم الحصول والظهور، يعلم ما يحصل ويقع، وإلا فعلم الغيب والمقدر هذا في علم الله الأزلي، لكن لا بد من إجراء ما يظهر ما يكون في الخلق من اختلافات ونزعات ونزغات وصدق وإيمان. لما تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في المدينة وجاءوا بجيوشهم يريدون إبادة المسلمين، هل ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا؟ هو الذي قدر ذلك لأجل أن يظهر
المؤمن من المنافق عند هذه النازلة. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فتبين بذلك المنافقون عند هذه الشدة عند هذه المحنة صرحوا بنفاقهم وكذبوا الله ورسوله فيما وعد من نصر المؤمنين نصر الحق. هكذا قالوا، فظهر ما كان في قلوبهم من قبل من المرض والشك والريب، واعتبروا أن ما حصل هو النهاية وأن المؤمنين لن تبقى لهم باقية. أما في المقابل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بالله وتسليما لقضائه وقدره. فحينئذ تميز هذا من هذا، وفي النهاية نصر الله المؤمنين وأذل الكافرين ورد الأحزاب على أعقابهم. إن جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، بل من الملائكة. لما جاءتهم الريح وحصبتهم والملائكة استخفتهم، عند ذلك قفلوا راجعين خائبين قفلوا راجعين خائبين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم يعني أعانوهم وهم اليهود، اليهود خانوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى الأحزاب ضد المسلمين. فاجتمع على المسلمين عدو من الخارج، من خارج المدينة ومن الداخل، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فلما هزم الله الأحزاب وردهم خائبين، أنزل الذين ظاهروهم من اليهود من صياصيهم، كانوا متحصنين في قلاع وفي تحصنين يظنون أنهم ما أحد يقدر عليهم، أنزل الله الذين ظاهروهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم ما لم تنفعهم، وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، ستحصل في المستقبل من أرض اليهود وهي أرض خيبر. هذه النتيجة. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، بعد الامتحان والنازلة العظيمة. هكذا سنة الله جل وعلا، فهو يجري المحن والشدائد على المسلمين وعلى الكفار. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون، هذا هو الفرق. هم ليس لهم رجاء
عند الله، أما أنتم فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فهذه حادثة نقرأها دائما ونرددها، لكن قل من يتدبر فيها. والله جل وعلا يجري الحوادث على المسلمين لأجل التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا، ويجريها على الكفار لأجل المحق ويمحق الكافرين. فما يجري على الكفار إنما هو محق والعياذ بالله، وما يجري على المؤمنين إنما هو تمحيص وتطهير لهم ليثبت إيمانهم ويقوى يقينهم ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى اعتصموا به. فهذه سنة الله جل وعلا في عباده، أنه لا يترك الناس كلهم يظهرون الإسلام والخير والإيمان، بل يميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وهذا لا يحصل إلا بالنوازل، لا يحصل إلا بالنوازل التي تنزل. قال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أذى كثيرا، ما هو أذى يسير، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الحكمة في ذلك لا لأنه يبغض المؤمنين وينزل عليهم هذا الشيء انتقاما منهم واستئصالا لهم، ولكنه ينزله رحمة بهم من أجل أن يكفر عنهم ذنوبهم، ومن أجل أن يتعظوا ويتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فلهم مصالح في ذلك، ومن أجل أن يتبين عدوهم من صديقهم. لله حكم سبحانه وتعالى، ولأجل أن يتميز الصابر من الجزع الذي لا يثبت. قد يكون الإنسان ليس منافقا، عنده إيمان لكنه إيمان ضعيف، يتزعزع عند الحوادث ويتزلزل عند الحوادث، خلاف الإيمان القوي والراسخ، هذا لا تزيده الحوادث والهزات إلا ثباتا، لأنه يؤمن بالله وبوعد الله، فلا تزيده هذه الحوادث إلا ثباتا. لكن المؤمن ضعيف الإيمان هذا يهتز عند الحوادث، وربما يرتد عن دينه وينكس على عقبيه. فالحوادث هذه فيها حكم عظيمة إلهية. لتبلون في أموال، يصيب الأموال نكسات خسارة، يصيبها كسات، يصيبها سرقات خيانات اغتصاب يغتصبها العدو، يصيب الأموال، يصيب الثمار أمراض ونقص، هذا كله في الأموال، كله في الأموال. سلط عليها الظلمة فيستولون عليها ويأخذونها ويسلبونها من أصحابها، ابتلاء وامتحان. لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم، تبلون في أنفسكم من الهموم والأحزان والأمراض التي تصيب الأبدان، والموت أيضا، الموت مصيبة.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأبدان تصاب كما تصاب الأموال، تصاب بالموت، تصاب بالمرض، تصاب الأنفس بالهموم والأحزان إلى غير ذلك من المصائب، لكن المؤمن ثابت الإيمان مع كل محنة وعند كل نازلة لا يزيد إيمانه إلا قوة. وأما المنافق فهذا يظهر نفاقه، وأما ضعيف الإيمان فأيضا يظهر ضعف إيمانه وعدم ثقته بالله عز وجل، ربما يرتد وينكص على عقبيه أو يتبين ضعف إيمانه وينكشف عند الشدائد. ثم قال جل وعلا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتسمعن بالتأكيد وهو جواب لقسم المقدر، تقديره والله لتسمعن، لأن اللام هذه موطئة للقسم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، يعرفون أنكم على حق ولكن يكيدون لكم حسدا لكم وعنادا. فتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بدأ بهم قبل المشركين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول، بدأ بأهل الكتاب لأنهم يجب أن عليهم أن يكونوا أهل إيمان بموجب الكتاب الذي معهم، وأن ينضموا إليكم لكن بدل هذا حملهم الحسد والكبر على أن آذوكم. تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والحاصل الآن هو هذا، أن أهل الكتاب هم في مقدمة من يضايق المؤمنين والمسلمين ويهددها، هذا واقع. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، عبدة الأوثان والأصنام الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون برسول، فيجتمع على المسلمين هؤلاء وهؤلاء أذى كثيرا، أذى كما هو الواقع الآن. يستهزئون بالإسلام ويقولون انه دين إرهاب، يستهزئون بالمسلمين يقولون انهم إرهابيون تكفيريون، ويستهزئون بدين الله عز وجل كما هو معلوم، يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه ما جاء إلا بالإرهاب كما صرحوا بهذا. حتى إن كبيرهم حبرهم اللي يسمونه الحبر الأعظم وهو الشيطان الأكبر، ماذا قال في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن محمد ما جاء إلا بالدمار، ما جاء إلا بالإرهاب، ما جاء بشيء. إذا كان هذا كبيرهم يقول هذا فكيف بغيره؟ هذه عبرة، والمؤمن لا يستغرب هذا إذا قرأ القرآن، لا يستغرب هذا. ذلك من أجل أن نحذر منهم وأن نعتبرهم أعداء وإن تظاهروا لنا بالمودة،
فإننا نعتبرهم أعداء، فنعد عدتنا لمقابلة كيدهم ومكرهم ولا نثق بهم. نعم لا مانع أن نتعامل معهم المعاملات الدنيوية بالبيع والشراء واستيراد البضائع، لا مانع أن نعقد معهم المعاهدات في صالح المسلمين، لكن لا نعتبرهم أصدقاء، لا نعتبرهم ناصحين أبدا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، كتاب كله، كل الكتب التي أنزلها الله على الرسل وآخرها القرآن، تؤمنون بالكتاب كله بما أنزل الله على موسى، على ما أنزل الله على عيسى، ما أنزل الله على سائر الأنبياء، تؤمنون بالكتاب كله. أما هم فلا يؤمنون بالقرآن الذي هو أعظم الكتب وخاتم الكتب، لا يؤمنون بالقرآن. اليهود لا يؤمنون بالإنجيل أيضا، ولا يؤمنون بالمسيح عليه السلام، ولا يؤمنون بمحمد خاتم النبيين، وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يظهرون لكم ما لا يبطنون. ولا يكفي أنهم يبغضونكم في باطنهم، بل يحيكون الخطط ضدكم، يحيكون الخطط ضدكم والبرامج ضدكم، ويخططون ويتشاورون بينهم، ويحيكون ضدكم كل وسائل التدمير، ولا يمنعكم خبالة. ودوا ما عنتم، ما يتعبكم، ما يلتمسون لكم الراحة، إنما يلتمسون لكم التعب. كيف نثق بهم؟ وكيف نستغرب إذا قالوا في الإسلام أو قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أو قالوا في المسلمين؟ كيف نستغرب؟ هذه عادتهم وسجيتهم، فلا نستغرب هذا منهم، ولا ننخدع بإظهارهم المودة والنفاق والتملق وهم يكيدون لنا ما يكيدون. لكن نصدق معهم في المعاملات، نصدق معهم في المعاهدات، لكن لا نثق منهم ولا نعتبرهم أنهم ناصحون لنا أبدا. نكون على حذر منهم دائما وابدا حتى لا يستفحل شرهم. ومن حكمة الله أنه لما حصل منهم ما حصل من النيل من الإسلام والمسلمين في هذا الوقت القريب، انضم إليهم المنافقون من أبناء المسلمين وفي بلاد المسلمين، انضموا إليهم وصاروا ينعقون بأقوالهم ويظهرون أن من فيه دين فهو متشدد، يسمون الدين بالإرهاب، يسمون أهل الدين بالإرهابيين، يصفون الخطباء والوعاظ والدعاة بأنهم دعاة إرهاب. هذا من بلاد المسلمين، عملاء للكفار، من أولاد المسلمين مع الأسف. فهذه حكمة الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فهنا عدو باطن
وعدو ظاهر، عدو خارجي وعدو داخلي. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، ولا يكفي أنهم يتنبهون بدون أن يخططوا شيئا يقابل ويراد هذه المحن وهذه التدابير الكافرة والمنافقة. لا بد أن يعدوا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أعدوا. أما أنت تعرف أنهم أعداء وأنهم يخططون ضدك وأنهم، ما يكفي هذا، فلا بد أن تعد العدة، تقابل الحجة بالحجة، وترد على أفكارهم بالبرهان الناصع، كما رد الله عليهم في القرآن، كما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رد عليهم الأئمة، وترد على عدتهم ومخططاتهم بمثلها وأشد مهما استطاع المسلمون. لهذا لم يطمع بهم الكفار. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا، وما جرى فيه حكمة إلهية، أن يتنبه المسلمون أن هؤلاء أعداء، وإن أظهروا لنا المودة والصداقة والتملق فنحن لا نغتر بهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم من الكفار، لا يألونكم خبالا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، هل هذا انتهى مع الكفار الأولين ومع اليهود الأولين؟ لا، هذا مستمر إلى أن تقوم الساعة. الكفار هم الكفار، والمنافقون هم المنافقون. فعلينا أننا نستعد، وعلينا أن نحذر، وعلينا أن نرد كيدهم بما يناسبه. ومن أعظم ذلك العقيدة، أننا نعرف العقيدة الصحيحة ونتمسك بها ونسير عليها، ونعرف ما شرعه الله من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والأخلاقيات الإسلامية، حتى نقيم ديننا على الوجه الصحيح، ونقطع الطريق على الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر. إذا كانوا يريدون مصالح دنيوية ولنا مقابل مصالح دنيوية، فلا بأس أن نتعامل معهم المصالح الدنيوية فقط، لا أن نمنحهم الثقة ونمكنهم من أسرارنا. لا تتخذوا بطانة ناس وزراء، ناس مستشارين، ناس بطانة تطلع على أسراركم، لا تتخذوهم، لأنهم أعداء يكيدون لكم. فهذا واجب المسلمين اليوم، أن يكونوا على أهبة الاستعداد وعلى غاية الحذر، وأن يتعلموا عقيدتهم ودينهم، وأن يعرفوا عدوهم من صديقهم، ويعرفوا أن هناك عدوا داخليا قد يكون أشد من العدو الخارجي، وهم المنافقون، هم العدو. قال الله جل وعلا في المنافقين هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيجب أن نعد العدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ما قال الكفار فقط، جاهد الكفار والمنافقين. فالكفار يجاهدون بالسلاح، المنافقون يجاهدون بالحجة ورد الضلالات التي يقولونها والشبهات التي يدلون بها. ولن يستطيع المسلمون هذا إلا إذا تعلموا دينهم تعلم الصحيح،
وتلقوه التلقي الصحيح عن رغبة وإيمان وتسلح به، لن يستطيع هذا إلا إذا امتثلوا أمر الله جل وعلا في ما شرعه لهم وما أوجبه عليهم وما أمرهم به في خاصة أنفسهم ومع عدوهم. الكفار لن ينقطعوا، سيستمرون إلى يوم القيامة، لم ينقطعوا. المنافقون لم ينقطعوا، سيستمرون، وما أشبه الليلة بالبارحة. فلنكن دائما وأبدا على حذر، ولندرس أبناءنا هذا الشيء ولنشئهم عليه، لا ننشئهم على العدوان على الإرهاب الذي لا يجوز. الإرهاب على قسمين: إرهاب لا يجوز هو الترويع وترويع الآمنين والخيانة مع المعاهدين، هذا لا يجوز، حرام هذا. وإرهاب المشروع ترهبون به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عنه، فنحن نرهبهم بقوتنا وبديننا وإيماننا حتى ينكفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهكذا المؤمنون إذا صدقوا مع الله جعل الله الرعب في قلوب أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، اتخذوا الله مولا ووكيلا وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، إذا اتصفتم بهذه الصفات فإن الله يلقي الرعب في قلوب عدوكم. أما إذا ضعفتم فعلى العكس، يلقي الله الرعب في قلوبكم، يلقي الله الرعب في قلوبكم، كما في الحديث أنه في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غذاء كغذاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم وتلقى في قلوبكم. أو ما هذا معناه؟ أن الرعب يأتي إلى قلوب المؤمنين إذا صاروا غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوهم. أما إذا صدقوا مع الله وتمسكوا بدينهم وعدوا العدة وكانوا على حذر من عدوهم فإن الرعب يكون في قلوب الأعداء. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالمؤمن ولي الله، الله ولي الذين آمنوا، والكافر ولي الشيطان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا تقابل ولي الله مع ولي الشيطان فماذا تكون النتيجة؟ النصر للمؤمنين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف، فهو ينهزم كما انهزم في بدر. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، فئة المسلمين والكفار، فئة المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفئة الكفار بقيادة أبي جهل وأبرابه،
فلما تراءت الفئتان نكص الشيطان على عقبيه وقال إني بريء منكم، تبرأ منهم. هو أمس يقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. لماذا؟ إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، والشياطين لا تقابل الملائكة أبدا. لكن متى تنزل الملائكة؟ تنزل الملائكة مع الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون، شوفوا المنافقون ذولا دائما، والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ظنوا أن الإسلام خلاص انتهى، وأن هذا إسلام غرور، ما كما قالوا من قبل ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، غر هؤلاء دينهم. قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الحاصل أن هذه نماذج ليتبين أن ما حصل الآن من كيد الأعداء وتهديد الأعداء للمسلمين، احتقارهم للمسلمين، أنه ليس شيئا جديدا، ولكن كان المسلمون في الأول أهل إيمان وأهل قوة، سحقوا الكفار في مشارق الأرض ومغاربها وظهر دين الله عز وجل. أما الآن فنشكو إلى الله ضعف المسلمين وانخذال المسلمين، لكننا لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، أن تعود للإسلام قوته وللمسلمين قوتهم، فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيهيئ لهذا الدين من يقوم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. فالدين منصور، لكن نحن نخشى على أنفسنا أن نخسر هذا الدين وأن يؤخذ منا ويعطى لغيرنا. فإذا كنا نريد البقاء والنصرة والعزة والسعادة في الدنيا والآخرة فنتمسك بهذا الدين وندافع عنه والمجاهد في سبيله. والله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز هذا الدين كما قال جل وعلا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بهذا الشرط، إن كنتم مؤمنين شرط الإيمان. قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. للمؤمنين، ما هو اللي يدعي الإيمان يدعي الإسلام، للمؤمنين ظاهرا وباطنا، لهم العزة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. السؤال يقول هذا أكبر شيء أننا نجد المال من الوجهة الأخرى، فالغرض هو نحن لا نعلم وحتى
نعم، ما ورد في السؤال صحيح. العدو يكيد من جميع الوجوه، ما يفتر يكيد ويخطط للمسلمين، لا يلونكم خبالا أبدا، مهما حصل لهم أنهم يضرونكم فإنهم لا يألون عن ذلك جهلا. من ذلك مكيدة الأموال، وهذه المصيبة التي فتنت كثيرا من الناس وجروا وراءها، وهي قضية الأسهم المجهولة التي لا يدرى ما هي ولا أين تتعامل ولا ماذا يدخلها من الربا والغرر والجهالة. ما يحسبون الأمور هذه، يبون المكاسب فقط، يريدون المكاسب، فهرعوا إليها حتى بالديون، استدانوا وباعوا ممتلكاتهم وجاءوا بأسماء غير حقيقية من باب الكذب وتكفير الأسهم، فانقلب الأمر عليهم كما تعلمون. فهذا تخطيط من الأعداء، تخطيط من الأعداء، لأن الذين يديرون هذه الأشياء ويخططون لها هم الأعداء، لكنهم لا يظهرون، لكن هي ظاهرة أنها دسيسة وأنها كيد من أعدائنا ليستنزفوا أموال المسلمين ويجعلوهم فقراء، لأنهم يعلمون أن المال قوة، المال جعله الله قوة للمسلمين، فهم يريدون أن يستنزفوا هذه الأموال، إما بأن يسحبوها من أيديهم أو أن يتلفوها بالنكسات والخسارات، حتى يصبح المسلمون عالة يتكففون الناس. هذا من كيدهم، فالواجب أن لا نغتر وأن لا نسرع مع المغريات، ومع الواجب على المسلم أن يتأمل ويرفق ويتثبت ولا يندفع مع أول الشائعات وأول الدعايات حتى يرى مواقع قدميه قبل أن يقدم. نعم. ورد ثاني يقول ما حدود الاتجاه بالأسهم، وهل هي من حقوق المضاربة؟ وما مطلوبنا أن نستفيد من العلماء عن كيفية الشركات بالاكتساب فيها، نجد أن العلماء عندهم يختلفون في هذا الشيء، كم القائل أن المساهمة في العقار، ومن قائل أن المساهمة لم يشاء فلا، فماذا يقول؟ كما ذكرنا بالجواب السابق أن المسلم يتثبت ولا يندفع مع الشائعات والمغريات والدعايات، بل يتثبت ويدرس الموضوع ويعرف من أين جاء ويعرف ما هي المعاملات التي تتعامل بها هذه الشركات، فلا يضع ماله في شيء مجهول بسبب العجلة وحب المال، تثبت. وأما العلماء الذين يعتد بهم فلم يفتوا بتعامل هذه الأسهم، ما أعرف أحد من العلماء المعتبرين أفتى بجواز التعامل بهذه الأسهم على علاتها، وعلى إنما يفتي ناس من طلبة العلم يجتهدون ويخطئون كثيرا، فما أعرف أحد من أهل العلم المعتبرين وأهل الفتوى أنه أفتى بالتعامل في هذه الأسهم. نعم. وثالث الأخير، أنا أتوقف من الموارد الشيء أولا من هذا الموارد في هذه الأسهم، هل نشان رمضان الشيء أولا منهم أن نشان رمضان وأن حدود الشيء
شهر شعبان لا يتكلمون عن أكرم الله وبعد ذلك تكتب الحديث وتبدلت الجامعة رمضان وأفضل معه. أنا أرى أن أصل هذا مكيدة من العدو، أصله مكيدة من العدو للإثارة والبلبلة وتشكيك المسلمين في عباداتهم، فهي أصلها من العدو، ولكن مع الأسف تبناها من أبناء المسلمين من تبناها عن جهل، هذا أحسن المحامل أنه عن جهل، وصدقوا هذه المكيدة فصاروا يروجون له، وأنتم تعرفون أنه إذا جاءت الفتن قل من يسلم منها. الفتن ما يعرفها إلا العلماء، عندما تقبل الفتن لا يعرفها إلا العلماء الربانيين، أما إذا أدبرت كلهم يعرفها، فهذه مكيدة ما قال بها العلماء، إنما قال بها هؤلاء الذين اغتروا ولم يعرفوا وش القصد فصاروا يروجون لها، ولم يقتصر أمرهم على رمضان، حتى الصلوات الآن يقولون الناس يصلون بغير الوقت، يقولون الناس يصلون في غير الأوقات ويقدمون صلاة الفجر وإلى آخره، فهل حاصل أن هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم، ويجب على الناس أن لا يصدقوهم ولا يندفعوا معهم. نعم. ليس لهذا أصل، التقويم ولله الحمد دقيق ومجرب والواقع يدل على صحته، أنت تصلي الفجر بعد الأذان بربع ساعة كل ساعة، وإذا خرجت وإذا الدنيا نهار واضح، فتجد أن الإصفار واضح في الشوارع وفي الأمكنة، فلم نجرب على هذا التقويم غلط كما يقولون، إنما هذه دعايات لأجل البلبلة وإشغال المسلمين والتفرقة بينهم لهذه الأمور، فعلى طلبة العلم وعلى أن يتثبتوا وأن لا يجروا وراء الدعايات وأن يصلوا الأمر إلى أهله. الأمور العامة هذه لها مراجع، ما كل واحد يدخل فيها، أمور التوقيت وأمور الصلوات والصيام لها مراجع يرجع إليهم، وفيهم الكفاية إن شاء الله، لا ما من صلاحية كل واحد يدخل فيها، هذا يكون من الافتيات ومن التدخل في الأمور التي لا مجال له فيها، وإنما هي لأهل الاختصاص. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة ما يصلح يدخل فيها كل أحد، وإنما لها جهات مخصصة تتولاها تشرف عليها، وهي موجودة ولله الحمد، فعلى المسلمين أن يطمئنوا على صلاتهم وعلى صيامهم ولا يلتفتوا لهذه الدعايات التي ربما أن بعضها صادر عن سوء قصد وبعضها عن حسن قصد، ولكن ما يكفي حسن النية سلامة النية، ما يكفي هذا، فلا بد أننا نتثبت ونثق بمراجعنا وعلمائنا وأهل الاختصاص منا. نعم. كل هذه أقوال جهالة، ما هي أقوال علم، ما هي أقوال علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما أو أكملوا عدة الشهر 30 يوما، رسم لنا الخط المريح، ولم يقل ناظروا الحساب ودرجات الفلك ومنازل القمر والشمس، لا، الرؤية، علق الصيام بالرؤية والإفطار بالرؤية، وليس من شرطه أن يراها عدد، يكفي واحد
إذا رأى دخول الشهر واحد من المسلمين كفى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال صام وأمر الناس بالصيام، أنه رأى الهلال، ما قال أن الحساب يدل على أن الهلال الليلة أو بكرة، لما أخبره أنه رأى الهلال صام وأمر الناس بالصيام، وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فعلق الأمر بالرؤية، رؤية الأهلة، وهذا له جهات مخصصة كما سمعتم، لا يدخل فيها أي واحد، والحساب يخطي ويصيب عمل بشري، لكن الرؤية ما فيها شك، رؤية عين ما فيها شك، وما راء كمن سمع. نعم. التقنية مباحة وأصلها نعمة من الله، الأصل أنها نعمة من الله ومما سخره الله لنا في هذا الكون، وما جاءوا بشيء من عندهم، هذا خلقه الله في هذا الكون، ولكنه أطلعهم عليه وأعثرهم عليه، وهم خلق الله والكون كله خلق الله، فهذا موجود، ولكن الشأن في استعمال الناس، فمن استعمل هذه التقنيات في المصالح والخير صارت خيرا، ومن استعملها في الشر صارت شرا ووبالا، فعلينا أن نستعملها فيما ينفع وفيما يفيد، وأن نجنبها أن تستعمل فيما يضر ويفسد الأخلاق ويفسد الدين، وإذا استعملها أحد في ذلك فعلينا أن نناصحه، فإن قبل وإلا هجرناه وتركناه وابتعدنا عنه. نعم. الله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل وعلا أخبر أن كل نبي ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم ذكر الحكمة من ذلك ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فما هذا بجديد؟ تطاول البابا وتطاول الدانمارك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، وكذلك النصارى إلا من آمن منهم، من آمن من النصارى، أما من لم يؤمن فإنه عدو للمسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما من من الله عليه بالهداية واهتدى أو عرف الحق وكف شره عن المسلمين ولو لم يؤمن فهذا خطره مأمون أو خطره خفيف، لكن الغالب من اليهود والنصارى على العكس، أنهم يهاجمون هذا الدين ويهاجمون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجمون المسلمين، ولن يهاجمهم المسلمون إلا بالعدة والعلم
وكشبهاتهم. النصارى من قديم يتكلمون في الإسلام، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب جليل تمس الحاجة إليه في هذا الوقت، وهو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. رد عليهم الإمام ابن القيم بكتاب متوسط الحجم اسمه هداية الحيارة، هداية الحيارة من شبه اليهود والنصارى. ورد عليهم غيرهم غير هؤلاء إلى وقتنا الحاضر في ردود مطبوعة ومتداولة في بيان هجماتهم على الإسلام وتجنياتهم على الإسلام، فهم ما جاءوا بشيء جديد، إنما هم تابعون لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والمشركين. فعلينا أن نعد العلم الصحيح برد شبهاتهم، وهذا لا يستطيع إلا العلماء، لا يستطيع الغيرون من غير علم. الغيرة طيبة ونشكر لهم غيرتهم، لكن الرد عليهم لا يرد عليهم إلا أهل العلم الذين يعرفون كيف يردون وكيف يبطلون شبهاتهم. هذا هو الواجب على المسلمين، أن لا يغفلوا عنهم، وأن لا يحسنوا الظن بهم، وأن يكونوا دائما على حذر من كيدهم. هم إذا عرفوا ذلك كفوا عن كثير من كيدهم، لأنهم يعرفون أن المسلمين سيبطلونه ويقابلونه بالرد، فلا يقدمون على هذا. نعم. والدعاء كما أشار السائل، الدعاء شيء طيب، الدعاء هذا أعظم أنواع العبادة وأعظم الأسباب. وهم ظلمة، والمظلوم إذا دعا استجاب الله دعوته ولو كان كافرا، لو كان المظلوم كافرا استجيب الله دعوته، فكيف بالمسلم؟ فالدعاء سلاح بلا شك، أنه سلاح فتاك إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه. نعم. أنا أشرت إلى وقلت إن لما أظهر الكفار كشروا عن أنيابهم واستطالوا على المسلمين، عندنا منافقون ظهروا تحت ظل هؤلاء وصاروا يفندون أحكام الشريعة ويتناولونها ويؤولون ويحرفون كلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، ويلوون أعناق النصوص من غير فهم أو عن فهم ونية سيئة. فهذا شيء موجود، فنحن أمام عدو من الداخل وهذا أخطر، وعدو من الخارج، ولكن علينا بإعداد العدة علميا وتقنيا ومن كل النواحي. نعم. وهذا عدو ثالث، وهو الذي يظهر الدين والغيرة ثم يسب العلماء من دافع الغيرة وأنهم قصروا وأنهم ما قاموا بالواجب. طيب أنت وش قمت فيه؟ ماذا أديت إلا الوقيعة في أهل العلم؟ هذا يفرح الكفار أيضا، هذا والله يفرح الكفار إذا أسقط العلماء أمام الناس وأسقطت هيبتهم ومكانتهم، فإنهم لا يسمع منهم بعد ذلك، وهذا يفرح الكفار. فهذا عدو ثالث، احذروا منهم، ناصحوا من تقدرون على مناصحته أن يكف لسانه وأن لا يساعد الأعداء في الطعن في علماء المسلمين، لا يساعدهم على ذلك ويسقط مكانة العلماء في المجتمع. نعم.
نعم. لست على الجادة، هذه جادة المنافقين، هم الذين يلتمسون العيوب لأهل الإيمان وأهل العلم ويشيعونها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس من الحكمة ولا من العلم ولا من الدين أنك تتصيد الأخطاء لأهل العلم وتتناسى ما عندهم من الفضائل وما عندهم من الخير. لا نقول انك لن تجد اخطاء للعلماء، ستجد لانهم ليسوا معصومين، ولكن اذا وجدت ما هو الحل انك تشيعها على الناس تظهرها للناس او تؤلف فيها كتابا. الحل انك تعملها عمل سري وتدفعها لمن اخطا، تعطيها اياه، تقول لها انت اخطات في الكلام الفلاني والكلام الفلاني، وربما تكون انت المخطئ، ربما يكون فهمك هو الخطا. لكن مع هذا نقول ادفع من رايت عليه خطا، ادفع له خطا خطاه سريا، اما بالمشافهه واما بالكتابه، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا يطلع الناس على هذه الامور والعامه والشباب وصغار السن. هذا ليس من الحكمه ولا من المصلحه. نعم. وهذا يقول: هل معامله الكفار تختلف بالنسبه للمسلمين، فمعامله الذم تختلف عن غيره، ام ان المعامله واحده؟ الصدق لا بد ان يكون مع كل احد، صدق في المعامله لا بد يكون مع كل احد، مع المسلم والكافر والعدو والصديق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لا يجوز الظلم، الظلم لا يجوز، الجور لا يجوز، الخيانة لا تجوز في حق أحد. ولكن ما في شك أن المسلم يتميز على الكافر، فتعامل المسلم معاملة خاصة بالإكرام والإجلال والثقة، أما الكافر فتعامله بالصدق والوفاء في معاملاتك، ولكن لا تحبه كما تحب المؤمن، لا تحبه ولا تستنصح منه كما تستنصح من المؤمن. نعم. وهذا سؤال يقول: ان بعض العلماء يقول ان الدعاء على اليهود والنصارى عموما انما هو من الاعتداء، هل هذا صحيح؟ عموما لا ينبغي، لكن ان يدعى على المعتدين منهم، والذين بيدهم شان من اليهود والنصارى الان معتدون، الدول الكافرة من اليهود والنصارى معتدون فيدعى عليهم، أما أفراد اليهود وأفراد النصارى فلا يدعى عليهم على سبيل العموم. نعم. وهذا يقول: يعلم الجميع ما يتعرض له المسلمون في أصداء كثيرة في فلسطين وفي العراق وغيرها، السؤال: متى يكون الجهاد فرض عين وما حكمه في هذا الزمن؟ يقول: أنا محتاج إلى الإجابة منك لأني محتاج إليها تماما. الجهاد يكون فرض عين على أهل البلد الذين اعتدي على بلده، يكون في حالة استطاعتهم للدفاع يكون فرض عين على كل من يقدر، أهل البلد المعتدى عليهم. أما في حق غيرهم فإنهم يساعدونهم بالمال، يساعدونهم بالدعاء إذا كان هناك ضوابط للمساعدة ما فيها محاذير وتصل إلى أيدي المسلمين من غير محاذير، لا
لا بد من ضوابط أيضا، وهذا منظم وله نظام عند الدولة وعند المسؤولين، قنوات معروفة فيتبع هذا حيث تصل إليهم من غير أن يحصل ضرر على المسلمين. وأما الجهاد معهم فهذا يحتاج إلى أمرين. أولا طاعة ولي الأمر في هذا، فإذا رأى ولي الأمر وجهز جيشا لمساعدة المسلمين في بلد من البلاد فإن الجهاد بهذا يكون من أعظم الطاعات. الأمر الثاني لابد من طاعة الوالدين، لابد من طاعة الوالدين، الجهاد التطوعي المستحب لابد من طاعة الوالدين، لازم أولا من طاعة ولي الأمر، وأن يكون هذا برأي ولي الأمر وتنظيمه، وثانيا طاعة الوالدين لئلا يكون الوالدان محتاجين إليه. كيف سلابد أتركهم؟ فلا بد من أخذ رضاه. إذا أذن لك ولي الأمر لا بد أن تستأذن أيضا من والديك. نعم. وهذا يقول: نحن شباب نستطيع الكتابة، ولكن نرى في الصحف ما يدور، فهل تنصحنا بالكتابة ضد هذه الهجمات على الحجاب وغيره؟ بلا شك أن هذا من الجهاد، الذي يقدر على الكتابة والرد عليهم بالحجة يجب عليه ذلك، هذا من الجهاد، من الجهاد باللسان والقلم. نعم. وهذا يقول: ما دام أن الزمن والوقت وقت نوازل، فما حكم القنوط في مثل هذه النوازل؟ إذا صدرت فتوى من الجهة المختصة، إذا صدرت فتوى من الجهة المختصة وعن طريق ولي الأمر فإنه يقنط في النوازل، لأنهم هم اللي يقدرون النوازل، ولاة الأمور والعلماء أهل الاختصاص وأهل الفتوى هم اللي يقدرون النوازل التي تستحق القنوط. والصحابة لم يقنطوا حتى قنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وهو ولي الأمر، فالأمور لها مراجع، هي فوضى ممكن أن يعمد على رأيه تحصل الفوضى، قد أنك تقنط في وقت لا يناسب القنوط أو في حالة لا تستدعي القنوط. نعم. هذا يحتاج إلى فقه وإلى علم وإلى تقدير. نعم. وهذا يقول: النوازل عند الفقهاء هي المصائب التي تحل بالأمة، فهل يصح تسمية المسائل الفقهية المعاصرة بنوازل كنوازل الزكاة ونوازل الحج ونوازل الجنائز وغيرها؟ فقه النوازل يعني معرفة أحكام النوازل، يقولون فقه النوازل يعني معرفة أحكام النوازل، الأحكام الشرعية المناسبة لهذه النوازل، هذا معنى فقه النوازل. وليست النوازل المراد بها هنا المصائب، المراد بالنوازل المسائل المشكلة الطارئة التي لم يسبق لها مثيل من المسائل التي تحتاج إلى بحث وإلى فقه وإلى علم. نعم. وهذا يقول: ما رأيك في من يسمي غير المسلمين إخواننا، ويقول أن هناك أخوة هي تسمى أخوة الطين، ومن أجل هذا أطلق على بعض من يمتهنون التمريض على أنهم إخوان بكلمة إنجليزية يرددها البعض ولا يعرف معناها، وهي كلمة سيستر. لا يجوز أن يدعى الكافر بالأخ، لا يجوز، حتى الصديق نص على أنه ما يقال الصديق ولا الأخ ولا المحب، لا تجوز هذه الألفاظ، هذا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، هذا بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ليتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الولاية أن تقول إنه أخوك أو حبيبك أو صديقك أو ما أشبه ذلك، لا يجوز هذا، هذا من الولاية، هذا لا يقال إلا للمسلمين وللمؤمنين، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة،
فأصلحوا بين أخويكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأخوك هو المؤمن والمسلم، أما الكافر فإنه عدوك وليس أخا لك، لأنه عدو الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. شوف كيف نتخذهم أولياء، أن نلقى إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، فلا يجوز أن تود الكافر أو أن تخاطبه بخطاب المودة والإخاء. نعم. وهل هناك ما يسمى أخوة الطين؟ لا، ما في أخوة الطين، الطين ما فيه أخوة، الطين طين. يقول من على أساس خلق الناس؟ لا، ليس فيها أخوة إنسانية أو أخوة طين أبدا. نعم، إنما الأخوة في الإيمان والدين، أما الكافر فإنه عدو. نعم. يقول: ما رأيك في من يرى أن الكفار المعاهدين في بلاد الإسلام أن الإضرار بهم مباح، ولذلك لو أن واحدا من الناس قام بارتطام بسيارة أي صدم سيارة كما يقول يرى أنه لا يلتفت لهذا، وبالتالي ربما ذهب وتركه ويرى أن هذا من المباح أو هذا من باب مبادلتهم الحقد؟ هذا لا يجوز، هذا من الخيانة، والخيانة حرام وليست مباحة. فالمؤتمن والمعاهد لا يجوز أن يضر، لأنه دخل بلادنا بالأمان وبالعهد، وله ما للمسلمين وله ما على المسلمين حتى يخرج من بلاده. وإن أحد من المشركين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة له كافر. وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من الدعوة إلى الله ومن تحبيب الكفار للإسلام. وأيضا هذا خيانة، هذا خيانة للعهد والأمان، والله لا يحب الخائنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. رواه البخاري. فالمعاهد والمستأمن له مال المسلمين في نفسه وفي ماله، ماله محترم، نفسه محترمة، حتى يخرج من بلاده وينتهي عهده وأمانه. نعم. وهذا يقول: يتعرض أهل السنة في العراق إلى مذابح على يد الرافضة، فهل يصح أن نقول أن الرافضة إخواننا؟ حتى لو ما قاتلونا ما نقول إخواننا، لأن بيننا وبينهم فروق في العقيدة، ما هي فروق مذهبية فقط أو فقهية، إنما هي في العقيدة، إنما هي في العقيدة، وهذا شيء معلوم من كتبهم. أنت إذا استمعت إلى أشرطتهم وقرأت في كتبهم عرفت ما هم عليه، وأنهم ضد الإسلام والمسلمين. لا يجوز أن يقال إخواننا أبدا. نعم. وهذا يقول: نرجو منكم أحسن الله إليكم أن تنبهوا الناس إلى التماسك والتعاون وجمع الكلمة ونبذ الفرقة وترك الشحناء والتباغض والتحاسد وتبادل الحقوق الواجبة فيما بينهم والقرب من العلم وأهله والرجوع للكتاب والسنة. هذا هو الواجب، واجب على المسلمين أن يصلحوا ذات بينهم، أن يصلحوا ذات بينهم، وأن يصلحوا بين الفئات المتقاتلة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالواجب الإصلاح بين المتنازعين والمتخاصمين، وهذا من الصدقة. إذا خرجت من بيتك ووجدت اثنين يتخاصمان ويتنازعان فأصلحت بينهما فهذا من الصدقة،
أعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال جل وعلا والصلح خير، فيجب الإصلاح بين المسلمين ولم القلوب ومناصحة الظالم والمعتدي منهم على الآخر حتى يكف شره، لا أن نشيع العداوة والبغضة بين الناس، هذا لا يجوز أبدا، وهو بين طلبة العلم والعلماء أخطر وأشد. فالمسلمون يجب أن يصلحوا أخطاءهم وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن يصلحوا ذات بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم إجراء عملية أطفال الأنابيب؟ لا ننصح بها لأنها ليست مأمونة، وهذه أنساب وهذه أرحام، فليست مأمونة، ربما يدخل على الناس واحد أجنبي على أنه ذا رحم وعلى أنه أخ أو ابن، أو هذا لا يؤمن أبدا، فلا ننصح بها. نعم. لو كان من يقوم بها مسلمة يخطي، ولو كان البشر يخطي، هذه أمور سرية جعلها الله من أصلاب الرجال في أرحام النساء مباشرة، ولا يتولاها أحد، لأن الإنسان بشر يخطي ويصيب. نعم. وهذا يقول أنا عندي هم لطلب العلم ولكن يعتريني الفتور أحيانا، فما تنصح بقراءته للمبتدئ من الكتب؟ ما هو المهم قراءة الكتب، المهم الدراسة على أهل العلم، تبحث عن العالم في مسجد أو في مدرسة أو في معهد أو في كلية، تبحث عن العلماء وتطلب العلم على أيديهم. أما أن تقتصر على قراءة في كتاب أو كتابين أو عشرة كتب أو تحفظ، فهذا ليس علما، هذا إنما هو حفظ فقط. العلم هو الفقه والفهم في دين الله، هذا هو العلم. العلم هو الفهم والفقه، ما هو الحفظ فقط أو القراءة فقط، إنما هذه وسائل للفهم، وسائل للعلم، لا أنها هي العلم. نعم. وهذا سائل يقول شخص اعتمر ولم يحلق ولم يقصر ورجع إلى المدينة وهو غير عالم بالعمرة، فحلق رأسه بالمدينة وهو غير قادر على الإياب إلى مكة، فما حكم ذلك؟ لا يلزمه الإياب إلى مكة، الحلق والتقصير يجوز في أي مكان ليس خاصا بالحرم، فإذا حلق أو قصر في المدينة أو في الرياض أو في القصيم أجزأ ذلك، بشرط أن يكون باقيا على إحرامه، لم يحصل منه جماع، لم يحصل منه محظورات إحرام. نعم. هذه أم تسأل عن الكفارة في طفل عمره 4 سنوات أخذه والده إلى الاستراحة وفيها مسبح صغير له عادة أن يسبح فيه، وهو حينما يكون ممتلئا لا يغطي إلا كتفيه فقط، فغرق الولد في المسبح المذكور، فهل عليها كفارة أم على الأب أم ليس عليهم شيء؟ الذي يسبح ولا يصل الماء إلا إلى كتفه، من هو، الطفل ولا الوالد؟ الولد. نعم. حتى ولو كان، لأن الولد ما يدري عن الغرق ولا يدري عن، فهذا أمر لا يجوز. وإذا كان أنه ما وضع على البركة، لم يضع عليها حواجز تمنع من وصول الأطفال إليها، فإنه يكون متسببا في موت الطفل، متسبب، فيكون عليه كفارة، عليه صيام شهرين متتابعين، يعني هذا يعتبر من قتل الخطأ بالتسبب، وهو عدم حفظ البركة بحواجز أو باب. العلماء ذكروا أنه لو حفر حفرة ولم يضع عليها حواجز سقط فيها إنسان
أنه يضمن حتى بالدية والكفارة أيضا، لأن النفوس مصونة ومحترمة ما هي يتساهل فيها. فإذا وضعت مجمع ما في بيتك أو في أي مكان ضع عليه حواجز تمنع من السقوط فيه. نعم. وهذا سائل يقول: والدتي كانت حاملا في الشهر الثالث وحملت شيئا ثقيلا فحصل لها نزيف، ثم ذهبت إلى الدكتور فأسقطه علما أنها حملت الشيء الثقيل وهي ناسية، فهل عليها كفارة؟ ما دام لم يبلغ 4 أشهر إنما هو في 3 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فليس فيه كفارة، إنما الكفارة إذا نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا في 4 أشهر. نعم. وسؤال آخر يقول السائل: أن امرأته حملت ولكثرة أولادها ولمصاعب التربية فهي تريد أن تجهض ذلك الجنين، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، إذا حملت فلا يجوز لها أن تجهضه، وتدري ما الخير فيه، ربما يكون هذا المولود أو هذا الحمل هو الذي يضر بها وهو الذي ينفعها، وربما أنهم يتلفون الأولاد ولا يبقى إلا هذا المولود، هي لا تعلم الغيب ولا تذهب في الحمل ولا تذهب في الجنين، ربما يكون الخير على يده. تؤمن بالله وتثق بالله، وكثرة الأولاد ما تبيح الإجهاض. نعم. وسؤال آخر شبيه بهذا السؤال، تقول: أن الأطباء أخبروها بأن الولد في بطنها سيخرج معاقا، فهل يجوز لها أن تجهضه؟ لا، ولا يجوز هذا، تتركه لله، تولاه الله وله معاق، تتركه ولا تقتل نفسا بحجة أنه معاق، لا يجوز هذا. نعم. لو تفضلتم يا شيخ، الشروط التي يجوز فيها الإجهاض. الإجهاض ما يجوز إلا إذا قرر لجنة طبية موثوقة أن بقاء هذا الحمل في الحامل يقضي على حياتها، يقضي على حياتها، حينئذ يجوز الإجهاض، إذا قررت لجنة طبية موثوقة وعرض قرارها على اللجنة الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء، وقررت إسقاطه فلا بأس، لا يتلاعب بالأنفس والحمل. نعم. ولعل السؤال ما قبل الأخير، يقول السائل: نزل بالأمة الإسلامية نازلة عظيمة وهي نازلة التناحر والحزبية وشدة الاختلاف بين الشباب خاصة وبعض العلماء وطلاب العلم، فما رأيكم في هذا حتى أصبح العامي لا يدري من يتابع؟ هذا سبق الجواب عنه، لأنه لا يجوز بين طلبة العلم وبين الشباب الحزازات والعداوات والحزبيات والمنهجيات، هم على منهج واحد وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصراط المستقيم وعلى عقيدة سليمة في هذه البلاد ولله الحمد، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نتمسك بها وأن نرفض ما يخل بها أو يعارضها من أي منهج أو أي مبدأ أو أي شيء مستورد، نحن على غنى في ديننا ولله الحمد، نستورد البضائع، نستورد التجارة، أما مسائل الدين هذه ما نستوردها من الخارج، وإنما نمضي على المنهج الذي سرنا عليه من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الآن وإلى ما يشاء الله، وهو منهج سليم من 200 سنة، وهو منهج ناجح نشأت عليه دول إسلامية فأثبت جدارته ونجاحه ولله الحمد، فلماذا نذهب في هذه النعمة ونستورد مناهج من هنا وهناك؟ وعندنا الواجب أن بالعكس أن الخير يصدر من عندنا، وأن ندعو إلى هذه العقيدة السليمة وهذا المنهج السليم، هذا هو الواجب علينا، أن نبصر الوافدين وأن نذهب للدعوة في الخارج، من عنده علم واستطاعة يذهب لنشر هذا الدين وهذا الإسلام النقي المستنير، هذا الواجب علينا، أما أننا نتفتت
ونتعادى، وهذا على منهج كذا وهذا على منهج كذا وهذا، ثم أيضا يصل الأمر إلى العلماء ويطعن فيهم، هذا أمر خطير في هذه البلاد وفي هذه الأمة. وهذه البلاد بالذات يا أخوان، هذه البلاد تمتاز على غيرها بأن فيها الحرمان الشريفان، وفيها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها قبلة المسلمين، والناس ينظرون إليها نظرة تقدير وإجلال، فينبغي ألا يكون فيها ولا يصدر منها إلا ما هو موافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أهلها المثال المحتدى، المثال المحتدى في الأخلاق، في الاجتماع، اجتماع الكلمة، في العلم والعمل. نعم. هذا يقول: في ظل هذا الجو المشحون بالحزبيات كثر من يدعي السلفية، بل وكثر من يدعي لنفسه السلفية ويمنع غيره من الدخول فيها أو ينفي دخوله فيها، فما الضابط للسلفية؟ الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسلفية ما كان على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسلفي الصحيح هو الذي يتبع السلف بإحسان من غير غلو ومن غير تفريط، بل يكون معتدلا على منهج السلف. ليس كل من ادعى أنه سلفي يكون سلفيا، إذا لم يكن بإحسان فإنه لا يكون سلفيا. والإحسان هو الإتقان، ولا يكون محسنا على طريقة السلف إلا إذا تعلم عقيدتهم ومنهجهم وما كانوا عليه، حتى يكون عليه ويسير عليه خيرا صحيحا. ما هي السلفية ادعاء فقط مع الجهل، فهذا يحتاج إلى علم وبصيرة حتى نسير ونتبعهم بإحسان. نعم. وأخيرا، هذه رسالة، يقول: فضيلة الشيخ، نحن أبناؤكم في مكتب توعية الجاليات التابع لمكتب الدعوة بالبشر، نبشركم بإسلام 3 من الإخوة الفلبينيين، وهم سلمان وأيوب وعبد الصبور، فتشجيعا لهم حضروا معنا في هذا اللقاء المبارك، وأرادوا مشاركة إخوانهم مجالس الذكر المباركة، فنريد منكم كلمة توجيهية لأهمية دعوة غير المسلمين وعظيم أجرها، وخاصة من عنده عمالة منزلية أو خدم في البيوت يهتموا بهذا الجانب، كما نرجو منكم الدعاء لإخواننا الذين دخلوا في الإسلام، وبعد الصلاة إن شاء الله يريدون أن يسلموا على فضيلة الشيخ ويهنئهم الإخوة، نسأل الله لنا وله بالتبعد. هذه بشرى، والحمد لله أن من الله عليهم بالإسلام، نسأل الله أن يمن على غيرهم من البشرية، لأن هذا الدين دين البشرية، ما هو ديننا فقط وإنما هو دين البشرية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه بشرى، ونسأل الله أن يتبعها أيضا بشارات بإخوة آخرين، وأهلا بكم إخوة مسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يبصرنا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يثبتنا